اهلا، هذيك اللي تامن. ان شاء الله تكونوا ملاح، تكونوا لاباس. انا سافاج نحكي لكم واحد الحكايه تدو منها العبره، سمعوا ملاح. قصه جحا هو ومرتو والحمار. قال لكم واحد النهار خرج هو ومرتو، خرجوا الحمار معاهم، جازوا على واحد القريه. مشاو. قال جحا والله غير نطلع فوق الحمار، عييت طلع فوق. وكي شافوه الناس القريه قالوا يخا هو طالع فوق الحمار، ومرته مسكينه تمشي، باين بلي ما يحبهاش، باين بلي ما عنده حاجه فيها، باين بلي ضربوا البارح، باين وباين وباين وباين. سمعهم قال معليش نخلي مرتي تركب فوق الحمار وانا نمشي ابي. وراح للقريه الدوزيام، كي شافوهم ماليها واش يقولوا؟ باينه مرته تحكم فيه، باينه بلي دايره له شونطاج، باينه هي شاده المونوبول، باينه بلي هي. سمع هذيك الهضره حبطها، ديسيداو يمشوا هما زوج ويمشوا مع الحمار تاعهم معاهم. دخلوا للقريه الثالثه، بداو يقولوا له ناس القريه هذيك يخا عندهم حمار ويمشوا ابي، مي هادو واش بيهم حابسين ولا واش بيهم ما يخموش ولا كيفاه؟ كيموتوا بالعيا، كان غير طلعوا فوق وما فيها والو، فوق هذاك الحمار ياك حمار مخدوم باش يطلعوا الناس فوقه. المهم سمعهم قال معليش والله غير باقي لنا نطلعوا فوق وفي زوج انا ومرتي الحمار هدايا، ومشاو به وطلعوا فوق وفي زوج ودخلوا القريه الرابعه. كي دخلوا ليها قالوا الناس يخا على الحمار مسكين طلعوا فوقه في زوج، يا يبا العزيزه كسروا له ظهره ما يحشموش، ما عندهمش الرأفه، الله رفق بالحيوان. طاب قلبو جحا، لا جحا طاب قلبو، هنا جحا قريب تغاشى، قريب سويسيدا، ما لقاش الحل. الحل انك تدير ما تراه مناسبا يا جحا. الحل يا خاوتي كل واحد يدير ما يراه مناسبا في حياته، لأن الناس لن تتوقف عن الكلام. منذ خلق ربي الدنيا الناس تهدر وتتفلسف، وقاع نفهم وقاع نعرف وقاع حنا فور قاع على بالنا. دير اللي يساعدك.